السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو أنا عندي لوحة ثلاثية الأبعاد وعايز أحطها عندي في قلب البرزنتيشن بتاعي، أجي هنا من قائمة Insert، ألاقي عندي حاجة اسمها 3D Models. ببدأ أختار اللوحة اللي أنا عايز أحطها، وليكن مثلا في الدي في البيم إي، ألاقي عندي هنا كذا لوحة. ممكن مثلا أختار اللوحة دي مثلا، أقول له Insert. هو هنا بيقبل الفيلم بوكسل اوبجكت فورمات 3D فيرجن، تقول له انسيرت، هيبدأ يعمل ادراج ليها اهوت، وتقدر بالعلامة ديت تقدر تلف اللوحة زي ما انت عايز اثناء عمل البرزنتيشن.